العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الدمشقي القرشي رحمه الله تعالى. هل الصوت عندكم واضح قبل أن نبدأ بالدرس؟ يا شيخ أنيس إسماعيل رحمة، هل الصوت عندكم واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا واضح جدا يا شيخ. إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. وهذا هو الدرس الرابع، ووصلنا إلى النوع الثالث وهو الحديث الضعيف. يقول الحافظ ابن كثير في النوع الثالث الحديث الضعيف، قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. لأنه اكتفى الحافظ ابن كثير تبعا لما نقله عن ابن الصلاح، لأن ابن كثير قال ابن كثير قال ويقصد بقال ابن الصلاح كما ذكرنا، فقال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح، وقد تقدم وذكر صفات الصحيح. قال: ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. هنا اعترض على كلام ابن الصلاح الذي نقله الحافظ ابن كثير، وممن اعترض على ابن الصلاح الحافظ ابن حجر، فقال رحمه الله تعالى في النكت، قال: والحق أن كلام المصنف معترض، وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وليس كذلك. لما؟ قال: لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف، تمام الضبط إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا. من أجل هذا اعترض على كلام المصنف، لأن ابن الصلاح قال: ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح. إذن ما هو تعريف الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف يقال هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. تعريف الحديث الضعيف الصحيح أن يقال فيه هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، لا كما ذكر ابن الصلاح وقال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. فالصحيح كما عرفه ابن حجر فقال: والحديث الضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. ما هي صفات القبول؟ صفات القبول: اتصال السند، وعدالة الرجال، والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة التي ذكرنا أنها هي المعنية بالضبط. إذن هي صفات القبول: اتصال السند، وعدالة الرجال، الضبط. أيضا من صفات القبول قالوا كما ذكر ابن حجر أيضا، قالوا: مجيء الحديث من وجه آخر، يعني كان يكون الحديث فيه ضعف يسير فجاء من طريق آخر فاعتضد به فارتقى به إلى الحسن، وكذا إذا كان فيه ضعف بسبب سوء الحفظ، أو كان في الإسناد انقطاع خفيف أو خفي، أو كان مرسلا كما تقدم وذكرنا ذلك في الحديث الحسن. أيضا من صفات القبول السلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة. لما قلنا قادحة؟ لأن العلة قد تكون غير قادحة، وسيأتي الكلام إن شاء الله في النوع المعلل. أيضا من صفات القبول أن يتفق، وهذه الصفة ذكرها ابن حجر وذكرها الزركشي، أن يتفق العلماء على العمل بمدلول الحديث. الحديث قد يكون ضعيف يتفقون على ضعفه، لكن قد يعملون بمدلول الحديث وتجتمع كلمة العلماء على أن مدلوله صحيح لكن إسناده متفقون على أنه ضعيف، فإنه
يقبل حيث يجب العمل به. فإذا قبله العلماء وإن كان إسناده ضعيف هنا يتوجب العمل به، لأن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح، حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حديث لا وصية لوارث، قال إنه لا يثبته أهل الحديث، يعني لا يثبتون هذا الحديث، يعني إنه ضعيف، ولكن العامة تلقته بالقبول، يعني يقصد الأمة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية للوارث، لآية الوصية التي هي في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هنا ينقل لنا الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى حيث يقول في فتح المغيث، قال رحمه الله تعالى، إن شاء الله إحنا سنعطي وقت إن شاء الله نتكلم عن طريقة البحث، يعني أنا وصلتني مجموعة أبحاث ووجدت عليها ملاحظات، فأنا ما تكلمت، يعني كنت وددت أن أتكلم عن طريقة كتابة البحث وكيف يصاغ العنوان وكيف تصاغ خطة البحث، لأن أنتم الآن في مرحلة متقدمة وهي دراسة الدكتوراه، فلا بد من التعلم كيف طريقة البحث، لأن هذا ضروري، غدا تصبحون دكاترة، فلا بد أن يحسن الطالب كتابة البحث ويعرف كيف يصيغ البحث وكيف يتناول الكلام وكيف يناقش الأقوال وما شابه ذلك. لهذا يقول، نرجع إلى كلام السخاوي رحمه الله تعالى، قال صفات الرواة تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجة بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا، ووجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب، لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدرجة الدنيا كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا، وصحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان. هنا يقول الحافظ ابن كثير ثم تكلم على تعداده وتنوعه، يعني يقصد ابن الصلاح، باعتباره فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم يقول حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. يقول الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه النكت، يقول وإنما الذي ينبغي أن يقال إن هذه الأقسام في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة، يعني هذه الأقسام التي ذكرها هي ترجع إلى الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ أنه صحيح وحسن وضعيف. فيقول الزركشي، يقول ثم منها ما يرجع للصحيح فقط، ومنها ما يرجع للحسن فقط، ومنها ما يرجع إليهما أي الصحيح والحسن، ومنها ما يرجع إلى الضعف، أي جميع هذه الأنواع 65 التي ذكرها ابن الصلاح هي ترجع إلى الأقسام هذه الثلاثة. فيدخل تحت الصحيح المسند والمتصل إلى آخره، وأحد نوعي المرفوع وأحد نوعي الموقوف وهو المتصل منهما، وأحد أنواع الشاذ، يقصد بأحد أنواع الشاذ أي الذي هو الخلاف الشاذ الذي هو المقبول، وهو أن ينفرد العدل الضبط لرواية حديث لا يخالف فيه من هو أحفظ منه، يقول وأضبط، ويدخل تحته العزيز والغريب والمشهور، يقول ويدخل تحت الضعيف المقطوع والمنقطع والمرسل والمعضل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهنا استدرك أيضا على ابن الصلاح من كلامه، استدرك عليه أنه رحمه الله تعالى لم يذكر أوهى الأسانيد. لما استدركوا عليه ذلك؟ لأنه رحمه الله تعالى عندما ذكر النوع الأول الصحيح ذكر بأصح الأسانيد،
فقالوا هنا لم يذكر أوهل الأسانيد. وقال الزركشي ومما أهمله المصنف هنا ذكر أوهل الأسانيد وهي نظير ما تقدم في أصح الأسانيد، وقد تعرض له الحاكم أي ذكر الحاكم أوهل الأسانيد في كتابه معرفة علوم الحديث، وأبو نعيم أيضا في كتابه قال فيما أخرجه على كتاب الحاكم، وأيضا الأستاذ أبو منصور البغدادي. وذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث أوها الأسانيد، فذكر أوها أسانيد الصديق رضي الله عنه فقال صدق عن فرقد عن مرة عن أبي بكر الصديق، وذكر أوها الأسانيد عن العمريين، وأيضا عن أوها الأسانيد أهل البيت، وهكذا إلى آخر تلك الأسانيد التي سماها بأوها أوها الأسانيد، ذكرها رحمه الله تعالى في كتاب معرفة علوم الحديث لمن يريد أن يرجع إليها. هنا لابد من مسألة مهمة تخص الحديث الضعيف، هي حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف. هل الحديث الضعيف يحتج به أم لا؟ هل يجوز أن نحتج بالحديث الضعيف أم لا؟ وهل يجوز أن نحتج بالحديث الضعيف في الفضائل، في الأحكام؟ هل يجوز أن نحتج بهذا الحديث الضعيف في تفسير القرآن؟ هل يجوز بهذا الحديث أو الرواية الضعيفة أو الأخبار الضعيفة أن نستدل فيها بالسيار في المغازي؟ كل هذه سنتناولها ونذكر الأقوال ونذكر إن شاء الله الراجح. أولاً حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل والأحكام. المقصود في الفضائل الترغيب والترهيب، يعني ما كان فيه ترغيباً وما فيه ترهيباً. والأحكام المقصود فيها الحلال والحرام، ما كان فيها حلالاً أو حراماً. إذن الفضائل المقصود فيها ما كان فيها مكروهاً أو مستحباً، والأحكام ما كان فيها حلالاً أم حراماً. لهذا اختلف العلماء في قبول الحديث الضعيف في الفضائل والأحكام على ثلاث أقوال. هنا ثلاث أقوال للعلماء. القول الأول أنه يعمل به مطلقاً، أي يعمل بهذا الحديث الضعيف في الحلال والحرام والفرض والواجب والفضائل والترغيب والترهيب، لكنهم اشترطوا شرطين. هذا القول الأول، لابد من الانتباه والتركيز حتى نفهم هذه الأقوال وحتى نفهم ما هو الراجح وما الأدلة التي تدل على أن القول الذي سنختاره هو الصحيح وهو الراجح. فالقول الأول أنه يعمل به مطلقا، قالوا يعمل به مطلقا في الحلال والحرام والفرض الواجب والفضائل والترغيب والترهيب بشرطين. قالوا أن يكون أو أن لا يكون ضعفه، أو أن يكون ضعفه غير شديد، أن لا يكون ضعف شديد، لأن ما كان ضعفه شديدا فهو متروك عند العلماء كافة. والشرط الثاني أن لا يوجد في الباب غيره، وأن لا يكون ثمة ما يعارضه. فإذا هنا نستطيع أن نقول اشترطوا ثلاثة شروط. الشرط الأول لا يكون شديد الضعف كالمتروك، يعني يكون ضعفه يسير، وأن لا يوجد في الباب غيره، يعني ما في حديث في هذا الباب الذي جاء فيه هذا الحديث، وأن لا يوجد ما يعارض هذا الحديث. وممن أخذ بهذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود وابن الهمام وغيرهم رحمهم الله تعالى. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في غيرها من الفضائل والترغيب والترهيب. هذا القول قالوا به لا يعمل به مطلقا، سواء كان أحكام حلال حرام، سواء كان ترغيب وترهيب، لا يعمل به مطلقا. وممن قال به الذي قال به أئمة أهل الحديث، منهم يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو زكريا الأنصاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي حاتم وابن حبان والخطابي وابن حزم وابن العربي وابن تيمية وأبو شامة المقدسي وجلال الدين والشوكاني وصديق حسن خان وأحمد شاكر والألباني وغيرهم رحمهم الله تعالى.
جميع هؤلاء قالوا لا يعمل بالحديث الضعيف سواء كان بالأحكام أو في الترغيب والترهيب بدون يعني بدون شروط هكذا مطلقا. القول الثالث لا يحتجون به في الأحكام يعني في الحلال من الحلال والحرام. هنا هذا القول الثالث يختلف عن القول الأول أنهم لا يقولون ما يجوز الاحتجاج بهذا الحديث الضعيف في الحلال والحرام، لكن ممكن أن نحتج به في الفضائل في الترغيب والترهيب. وهو كما نقل النووي رحمه الله تعالى قال ونسب النووي أن هذا القول هو قول الجمهور. وهنا ملاحظة ينبه عليها العلماء أن قول النووي وهو شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى قوله في الإجماع قالوا هذا القول ليس دقيقا من النووي، هذا على إطلاق قاعدة عامة أن قول النووي أن هذا عليه الإجماع أو هو قول الجمهور وما شابه ذلك. قالوا هذا القول من النووي رحمه الله تعالى لا ليس دقيقا على ما سنذكر إن شاء الله تعالى. إذن القول الثالث قلنا لا يحتجون في الأحكام في الحلال والحرام ولكن يحتجون به في فضاء الأعمال في الترغيب والترهيب. ونسب النووي رحمه الله تعالى هذا القول إلى الجمهور من المحدثين والفقهاء وغيرهم. أما الإمام أحمد وإن تقدم أنه يرى القول الأول لكن نقلوا عنه أنه يفرق بين أحاديث الفضائل والأحكام وهو الصحيح. إذن قول الإمام أحمد كما ذكروا في القول الأول أنه يقول بالأخذ بالأحاديث الضعيف أيضا في الأحكام، لكن الصحيح أن الإمام أحمد يفرق بين هذا الحديث الضعيف سواء كان في الأحكام أو في الفضائل. فالإمام أحمد لا يأخذ بالحديث الضعيف في الأحكام إنما قصد به الفضائل. وأما قول الإمام أحمد وقد نبهنا على هذه مسابقا قول الإمام أحمد أن الحديث الضعيف خير من الرأي، ماذا يقصد بذلك الإمام أحمد؟ فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن علان، ابن علان هو محمد ابن علي ابن محمد البكري الشافعي المتوفى سنة 57 و1000، له عدة مؤلفات ضياء السبيل إلى معالم التنزيل وشرح الأذكار، شرح كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى. فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن علان أن المراد بالضعيف في كلام الإمام أحمد وغيره هو الحديث الحسن لا الضعيف الذي جرى عليه العلماء المتأخرون، لأنهم في زمان الإمام أحمد لم يكونوا قد قسموا الحديث كما قسمه وشهره الترمذي رحمه الله تعالى في عصره، فشهر النوع الثاني وهو الحسن. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قولنا أن الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك، يعني ليس الشديد الضعف، لكن المراد به الحسن. هذا كلام ابن تيمية في مجموع في منهاج السنة في الجزء الثاني 91 بعد 100 في منهاج السنة. يقول ابن تيمية قلنا أن الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم وأمثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه، ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. يعني إذن وجه ابن تيمية كلام الإمام أحمد بالحديث الضعيف أراد به الحديث الحسن وليس الضعيف عند المتأخرين. يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين قال ليس المراد بالضعيف عنده أي الإمام أحمد الباطل ولا المنكر ولا ما في رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، فالحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف،
بل إلى صحيح وضعيف. إذن معناه أن هذا الذي أراده الإمام أحمد هو رتبة أقل من الصحيح، لكن أراد به الحديث الحسن، ليس هو الحديث الضعيف. بعض أهل العلم قالوا في كلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، قالوا في هذا نظر. لما؟ قالوا لأنه يلزم عليه أن هؤلاء الأئمة لا يحتجون بالحديث الحسن في الأحكام. يعني إذا كان الإمام أحمد أراد به الحديث الحسن، لما لم يحتج به بالأحكام إذا كان هذا الحديث مقبولا؟ وإنما يشترطون الأحكام الصحة ويكتفون في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الحسن. إذا ما دام الحديث مقبول، لما الإمام أحمد لا يأخذ به وقال الحديث الضعيف، ويقدم الحديث الضعيف على الرأي؟ وأيضا وهذا غير المعروف عند جماهير العلماء من الاحتجاج بالحديث الحسن في الأحكام وغيرها. إذن ما معنى العمل بالحديث الضعيف؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمل بالضعيف عند هؤلاء الأئمة، يعني كالإمام أحمد وغير الإمام أحمد، هو مجرد رجاء الثواب المترتب عليه وخوف العقاب، لا أنه ملزم لأحد، حيث يقول العمل به بمعنى النفس ترجو ذلك الثواب وتخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن تجارته تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا أكثر، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب وأمثال ذلك، إلى أن ذكر رحمه الله تعالى قال: ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف. وبعض أهل العلم قالوا أيضا في كلام ابن تيمية نظر، إذ في كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن هذا كله، فلا داعي تضيع الأوقات بمثل هذه الأمور. لكن الذين انتقدوا كلام ابن تيمية وابن القيم أيضا فيه نظر، لأن الإمام أحمد كان شديد التحري في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الأحكام التي هي فيها الحلال والحرام. فمعنى ذلك ممكن أن نوجه كلام ابن تيمية وابن القيم، أن عندما قالوا أن الإمام أحمد أراد بالحديث الضعيف والحسن، وكان لا يأخذ بهذا الحديث الضعيف الذي هو فسروه بالحديث الحسن في الأحكام، وكان يأخذ به في الفضائل في الترغيب والترهيب، نقول لأن هذا من شدة تحري الإمام أحمد، لهذا لم يكن يأخذ في حديث الأحكام إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل إلى عن رتبة الصحيح. إذن ما معنى هنا، ما معنى التساهل برواية أحاديث الفضائل؟ يرى الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي أن معنى التساهل في عبارات الأئمة، معنى التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية. إيش معنى التساهل؟ معناها تساهل في الرواية، يعني ليس معناها العمل. فقد كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروي حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح، أو يشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة. إذن معناه كانوا هم يروون الحديث الصحيح، وما دون الصحيح إذا هو الحديث الحسن، وما دون الحسن إذا كان ضعيفا يسيرا أيضا كانوا يروه، فإذا كان دون ذلك أي دون الضعيف اليسير، قال لم يروه البتة. ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات في الجماعة ونحو ذلك، لم يمتنع من روايته.
فهذا هو المراد. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني يقول: فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم وغيره، أن بعض من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرد في فضيلة بأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة كقيام ليلة معينة، فإنها داخلة في الجملة ما ثبت من شرع مشروعية أو شرع قيام الليل، فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل بالضعيف. وذكر كلامه في الأنوار الكاشفة صفحة 88، وكلام المعلم اليماني كلام مهم في بيان التساهل برواية أحاديث الفضائل. أما الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فقد أثنى على المحدثين وأشاد بهم بتساهلهم في الفضائل والثواب والعقاب، ويرى أن ذلك من باب لما يروون ذلك ويتساهلون به، قال ذلك من باب حفظ العلم وعدم التفريط في شيء مما يروى. وقال رحمه الله: ومن شاء تساهل تساهلهم، ومن شاء تعنت ورد ما تساهل فيه، وإذا تبين قدر النقل ووضع كل شيء في المرتبة اللائقة به فأي ضرر منه إلا عند من تعنت. إذن الأقوال التي ذكرناها الثلاثة هي: القول الأول أن يعمل به مطلقا في الحلال والحرام، يعني المقصود فيها الأحكام والفضائل، والشر، والقول الثاني لا يعمل به، والثالث يفرقون بين الأحكام والفضائل ويقولون يعمل به بالفضائل الحديث الضعيف ولا يعمل به في الأحكام، واشترطوا الشروط. نتكلم على الشروط ونحاول هل هذه الشروط موجودة الذين يقولون، والذي نقل الإمام شيخ الإسلام النووي الإجماع على ذلك، فهل هذه الشروط التي سنذكرها هل هي موجودة في الحديث الضعيفة التي يعمل بها بفضائل أعمال أم لا؟ قالوا: الشرط الأول كما ذكرنا أن يكون الضعيف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، وقد نقل السخاوي الاتفاق على هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلا. يعني إيش أصل معمول؟ يعني يكون له شاهد من آية من كتاب الله أو من حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أن يكون مدرج تحت أصل معمولا به. الثالث، الشرط الثالث، أي لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقد احتياط، يعني ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث لم يثبت ضعيف وإن كان ضعفه يسير. والشرط الشرط الرابع أن يكون موضوع الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن يكون الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم. والشرط الخامس ألا يعارض حديثا صحيحا، وهذا الشرط اعتبره البعض للإيضاح وأسقطه الآخرون لظهوره. والشرط السادس ألا يعتقد سنية ما يدل عليه، أيضا يدخل ضمن الشروط السابقة. والشرط السابع ألا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وهذا الشرط الأخير مما زاده ابن حجر رحمه الله تعالى في تبيين العجب لما ورد في فضل رجب. إذن هذه الشروط السبعة قد ناقشها أهل العلم، ونناقش هذه الشروط، هل هذه الشروط فعلا تنطبق على الحديث الضعيف الذي قالوا أنه يجوز أن يعمل به في فضائل الأعمال أم لا؟
والشرط الأول وهو أن يكون قالوا أن يكون الضعف غير شديد يدل على وجوب معرفة حال الحديث. يعني الإنسان هؤلاء الذين ينادون ويقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف وبهذه الشروط، لكن أغلب هؤلاء ما يعرفون. إذن من يعرف أن هذا الحديث ضعيف شديد الضعف أم لا؟ إلا من كان متمرسا بهذا العلم، علم الحديث، فيعرف أن هذا بعد أن ينظر في إسناد الحديث فيعرف أن هل هذا الحديث شديد الضعف أم لا، هل فيه رواة كذابون وضاعون، هل هم فيه رواة متهمون بالكذب أو الوضع، هل فيه رواة شديدي الخطأ أو كثيري الخطأ أو كثيري الغفلة ما شابه ذلك، هذا معناها شديد الضعف، هل فيه رجال متروكون وما شابه ذلك. فإذا قولهم هو أن يكون الضعيف غير شديد يدل على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به لكي يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف. وهذه المعرفة كما قلنا مما يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس، ولذلك نجد الذين يعملون بالحديث الضعيف قد خالف هذا الشرط مخالفة صريحة، يعني صاروا أي حديث ضعيف يقولون جائز مع أنهم وضعوا هذه الشروط فلم يعملوا بأول شرط وهو ألا يكون شديد الضعف، فجاءوا بكل هذه الأحاديث فعملوا بها بحجة أنه يجوز العمل بأحاديث في فضائل الأعمال ما لم يكن شديد الضعف، فإذا قلنا أن هذا شديد الضعف فلم يعرفوا أن هذا الحديث شديد الضعف أم لا. الثاني وهو أن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل معمول أو أصل عام، يعني يكون تحت أصل من آية أو حديث، فاشترطوا الأصل العمل بالضعيف بضرورة يجعل أن يجعل الحديث الضعيف لا قيمة له. يعني الآن عندما قالوا لابد للحديث الضعيف أن يكون تحت أصل معمول، ما فائدة هذا الحديث الضعيف إذا كان هناك أصل صحيح من آية أو حديث؟ فإذا هذا الحديث الضعيف لا قيمة له، ليست له قيمة. الثالث وهو أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، فكالشرط الأول يتطلب ضرورة معرفة الحديث ومقدار ضعفه لكي لا يعتقد ثبوته. لكن الذي أراه أن الراجح هو الرأي الثاني، يعني كل إنسان يعني له في هذا العلم وقد نظر في كلام العلماء ونظر إلى أقوالهم وإلى الراجح يترجح عنده شيء، لكن أنا ترجح عندي هو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل. لما؟ أولا لاتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود، ولا لماذا جعلوا هذه الكتب في مصطلح الحديث وقسموها إلى هذا التقسيم ضعيف ومرسل ومعضل ومنقطع وإلى آخره ومقلوب ومضطرب؟ لما؟ لقالوا أنه هذا كل الحديث ويجوز العمل فيها ويجوز حتى الحديث الضعيف، فلم يكن هناك داعي إلى وضع هذه الضوابط والقواعد لمعرفة الأحاديث وغربلة هذه الأحاديث. إذن لاتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود، المردود أي الساقط الذي لا يعمل به. الأمر الثاني لأن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذن ضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث لما ترتب على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الحديث الصحيح والاتفاق بالضعيفة. هناك غنية، نحن الآن عندنا غنية عن الأحاديث الضعيفة بالكم الهائل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك بعض الناس من يهرول ويذهب إلى هذه الأحاديث الغرائب والأحاديث الضعيفة بل حتى الموضوعة. والأمر الرابع لما ترتب عليه من نشوء البدع والخرافات لهذه الحديث
تنشئ لنا بدع وخرافات لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، والبعد عن المنهج الصحيح لما تتصف به الأحاديث الضعيفة. غالباً حديث ضعيفة ماذا تتصف؟ غالباً من أساليب التهويل والتشديد، بحيث صارت مرتعاً خصباً لأصحاب البدع والخرافات. إذن بعض العلماء ذهب فقال نحن لا نرد الحديث الضعيف رداً كلياً، فقلنا له لما؟ فقال ممكن أن نأخذ هذا الحديث الضعيف ببعض الأمور. فقلنا لهم بماذا ممكن أن نأخذ هذا الحديث الضعيف؟ قال ممكن أن نأخذ هذا الحديث الضعيف الذي هو ليس شديد الضعف بالترجيح. قلنا وأين هذا المثال حتى يتضح الموضوع؟ قالوا ممكن أن نأخذ هذا الحديث الضعيف إذا ترجح عندنا أمران، أمر في حديث ضعيف في ترجيح في آية معينة. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فمعنى تعولوا ما هي معنى تعولوا؟ قال ورد فيها معنيين، فقالوا تعولوا يحتمل معنيين، أولهما ألا تكثروا أو ألا تكثروا عيالكم، وبه قال الشافعي، والثاني أي لا تجوروا ولا تميلوا، وبه قال جمهور المفسرين. إذن هنا عندنا قولين، ما هو الراجح؟ ما هل معناه لا تكثروا عيالكم، لا تكثروا من العيال، أم معناه أن لا تجوروا ولا تميلوا؟ قالوا روية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن لا تعولوا، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ونسب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن لا تجوروا، وفي رواية أن لا تميلوا، وهذا الحديث ضعيف. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. إذن ذكروا لنا هذا المثال فقالوا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إنما صح من قول عائشة رضي الله عنها. يقول ابن القيم عند ذكر هذا المثال في تحفة المودود قال إنه يصلح للاحتجاج، يعني يصلح للترجيح. قال ابن القيم في تحفة المودود قال يصلح للترجيح، يعني هذا المثال يصلح للترجيح مع ضعف الحديث. فنقول هذا المثال لا يصلح. لما لا يصلح هذا المثال؟ لأن لو قلنا أن الحديث ضعيف والصحيح موقوف صح عن عائشة رضي الله عنها فهذا مما لا يقال بالرأي، لأن ورد في تفسير آية ومعنى آية، فحكمه حكم المرفوع، فمعناه أن هذا المثال لا يصح عند التطبيق. فالصحيح أن الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام وفي الفضائل مطلقا. وذكرنا أئمة الحديث يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو حاتم وزرعة وابن أبي حاتم، ومن علمائنا المعاصرين كأحمد شاكر والألباني وغيرهم رحمهم الله لا يرون الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا. إذن هل يجوز أن نأخذ بهذا الحديث الضعيف في تفسير القرآن؟ هل نفسر القرآن بكل ما سمعنا؟ هنا موضوع جديد، هنا مسألة جديدة. هل نفسر القرآن بكل ما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا أو ضعيفا؟ إذن هنا انتهينا أولا أن الحديث ضعيف لا يؤخذ بالأحكام ولا بالفضائل. هل يؤخذ في تفسير القرآن أم لا؟ أو نقتصر على ما صح فقط؟ يقول الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن قال يجب الحذر من الضعيف في التفسير الموضوع، فإنه كثير، وإن سواد الأوراق سواد أو سواد في القلب،
قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل يقول: ثلاث ليس لها أصل: المغازي والملاحم والتفسير. قال المحققون: من أصحابه. ومراده أي الإمام أحمد، ما المراد بالإمام أحمد بقوله ثلاث ليس لها أصل: المغازي والملاحم والتفسير؟ قالوا مراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة، أي غالبها وليس جميعها، وإلا فقد صح من ذلك كثير. وهذا ما وجهه كلام الإمام أحمد. وحمله على الغالب هنا كلام المحققون، كلام الإمام أحمد بن حنبل، لأن كتب السنة والتفسير كالصحيحين والموطأ وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم فيها الكثير من المروي في التفسير بسند صحيح. لهذا قال ابن علان: تفسير كلام الله تعالى لا يكون إلا بحديث صحيح أو حسن. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: لا اعتبار بما لم يصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف، ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه. إذن فينبغي للمفسر أن يحذر من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوع. إذن نخلص إلى أن لا يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في تفسير القرآن. لهذا قال بعض العلماء: أما تفسير القرآن بالقرآن أو بما ثبت من السنة الصحيحة فذلك مما لا خلاف في قبوله، لأنه لا يتطرق إليه الضعف ولا يجد الشك إليه سبيلا. وأما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وهو ضعيف في سنده أو متنه فذلك مردود غير مقبول، لم يصح نسبته أو لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حمل الشيخ أحمد شاكر حملة شديدة على من استدل بالأحاديث الضعيفة ومن استدل حتى بالإسرائيليات، وحتى قال رحمه الله تعالى في عمدة التفسير، قال: إن إباحة التحديث عنهم أي الإسرائيليات ما كان فيها من الإسرائيليات فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو تفصيل أو في تفصيل ما أجمل منها شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بحور كلام الله يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولكن مبين لمعنى قول الله سبحانه وتعالى مفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك. فيرفض أيضا ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. إذن هنا يبقى عندنا مسألة وهي أيضا من المسائل المهمة والمسائل أيضا الدقيقة: هل يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في المغازي والسير أم لا؟ هنا تكلمنا أول شيء أن الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به في الأحكام ولا بالفضائل، ولا يجوز الاحتجاج به في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هنا مسألة أخرى: هل يجوز الاحتجاج به في المغازي والسير؟ والمغازي والسير والتاريخ مليئة بالروايات والأخبار التي لم تصح، هل يجوز أن نحتج به أم لا؟ تسامح كثير، هناك كثير من الأئمة في رواية بعض أخبار السيرة قالوا: لأن أخبار السيرة هي سلسلة متناسقة، فإذا يعني أنزلنا هذه القواعد على هذه الروايات ستنقطع عنا كثير من الأخبار وكثير من الأمور. وحتى قالوا في رواية بعض أخبار السيرة النبوية استنادا لما شاع عن بعض كبار الأئمة أن الإمام أحمد قال ثلاث لا أصل له، ويقول أن ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها
وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض أصابع يده الأربعة. ومن هنا نادى كثير من المحققين قديما وحديثا بضرورة تنقيح السيرة والتاريخ الإسلام بصفة عامة وإخضاعها على معايير النقد. هم إذن لابد من التدقيق حتى في السير والمغازي والتاريخ، وبوجه خاص السير والمغازي، لأن هذه من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تختص بسيرته صلى الله عليه وسلم. لأن أكثر من زاغ عن منهج الصحيح يأتي بروايات بأمرين في السيرة، ننتبه، كثير من زاغ عن المنهج الصحيح بأمرين اثنين. الأمر الأول، إما أن تكون هذه الرواية ليست صحيحة في السيرة والمغازي، أو يكون الاستدلال غير صحيح. إذا نحن نقف عند صحة وضعف الرواية. يقول الكافيجي، الكافيجي هو محي الدين محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الكافيجي، الإمام المحقق، أستاذ الدنيا وصاحب المصنفات، تجدون ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي والضوء اللامع للسخاوي. يقول في كتابه مختصر علم التاريخ، يقول الكافيجي في كتابه مختصر علم التاريخ، طبعا توفي رحمه الله تعالى في سنة 79 بعد 800، 79 بعد 800 الكافيجي، يقول في كتاب مختصر علم التاريخ، يقول ينبغي أن يشترط، أن يشترط في المؤرخ، أو أن يشترط في المؤرخ ما يشترط في راوي الحديث. يقول هنا لابد أن ننزل هذه القواعد كما نزلناها أو أنزلناها في الراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ننزلها في أين؟ قال في المؤرخ. والمؤرخ من هو؟ الذي نقل لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، والذي نقل لنا التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ينبغي أن يشترط في المؤرخ ما يشترط في راوي الحديث من العقل والضبط والإسلام والعدالة، ليكون كل واحد منهما معتمداً في أمر الدين وأميناً فيه، وليزداد الرغبة في تاريخه وللإحتراز عن المجازفة، فيحصل له الأمن من الوقوع في الضلالة والإضلال. ولا بد له، يعني المؤرخ، من مستند في تاريخه. فإن قلت فما المستند؟ يقول الكافيجي رحمه الله تعالى، هو ما يصح له من أصوله أن يروي مما رواه ويقبل منه. فإن لم يحصل له ما فيه مستند لم يجز له شيء من ذلك شرعا. ويقول ابن خلدون رحمه الله، يقول وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغاليط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل، على مجرد النقل غثا أو سمينا، ولم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبب والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلوا عن الحق، إلى آخر كلامه في المقدمة. ويقول التاج السبكي نقلا عن والده، يقول السبكي نقلا عن والده، يشترط في المؤرخ. ماذا يشترط في المؤرخ؟ يقول كما نقل في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، يقول السبكي الصدق، وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعنى. انظروا إلى الشروط، يكون صادق، وأن يعتمد اللفظ دون المعنى، وأن لا يكون ذلك الذي نقله أخذه في المذاكرة وكتبه بعد ذلك، حتى في المذاكرة ما يكون إيش، في مجلس تحديث، وأن يسمي المنقول عنه، يعني يكون متصل الإسناد، يسمي المنقول عنه، يعني متصل الإسناد، ولا يكون هذا في الإسناد مجهول. انظر، يعني هذه قواعد، أنزل قواعد أهل الحديث على قبول الروايات الإخباري. ويقول السخاوي في الإعلام بالتوبيخ، في كتابه الإعلام بالتوبيخ، يقول وأما شرط المعتني به، يعني بالتاريخ، هو كلام على التاريخ، فالعدالة مع الضبط التام الناشئ عنه،
مزيد الإتقان والتحري سيما فيما يراه في كلام كثير من جهلة المتعنتين بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني هم لأصحاب القصاصين والذين حتى يعني يسمع الناس لهم القصص وما شابه ذلك هم يتعنتون بهذا، ما يقبلون أن تنزل هذه أو أن تنزل هذه القواعد قواعد الحديث على هذه الأخبار، لأن ستكون بضاعتهم مزجات لا قيمة لها. لهذا يقول السخاوي رحمه الله تعالى، يقول من جهة المتعنتين بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن وهكذا نجد هؤلاء الأئمة كما نقلنا ينادون بكتابة التاريخ العام والسيرة النبوية جزءا منه على ضوء القواعد المعروفة عند علماء الحديث، لكنهم أطلقوا الأمر فحتموا كتابة جميع ما يتعلق بالتاريخ على ضوء تلك القواعد وإخضاعها لقوانين المحدثين. يعني والذي يتبين مما سبق أن يفرق يعني في هذه المسائل السيرة والمغازي والتاريخ، أن يفرق بين ما يتعلق به حكم شرعي مثل كيفية تقسيم الغنيمة وكيف يوزع الخمس وكيف يعامل الأسرى وعلى ذمة من ينزل العدو، وبين ما لا يؤخذ منه حكم شرعي. يعني في بعض الأخبار لا يؤخذ منها حكم شرعي، لكن هذه قد يتساهلون فيها تساهلا ما ينزل على مرتبة الانحطاط والمردود، لكنهم يشددون على الروايات والأخبار والسيرة في المسائل التي يؤخذ منها حكما شرعيا. ما لا يؤخذ منه حكم شرعي ولا طائل تحته كعدد من رجع مثلا، هذا ما يأخذ منه حكم شرعي، كعدد من رجع مع عبد الله بن أبي يوم غزوة أحد، من هم عددهم، هل يأخذ منه حكم شرعي؟ ما يعني في زماننا هذا ما يأخذ منه حكم شرعي، إن عرفناهم أو جهلناهم أو عرفنا كم عددهم. يقول فيجب إخضاع النوع الأول لقوانين المحدثين الذي هو ماذا، أن يكون فيه حكم شرعي، وأما النوع الثاني فلا داعي لوزنه وتحقيقه، لأنه في الغالب يكون تعب ليس وراءه كبير قيمة. إذن هنا تبقى عندنا مسألة في، وإن أطلنا عليكم في مسألة الحديث الضعيف، وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي التنبه إليها، لأنها ستكون أصلاً لك مستقبلاً تبني عليه مسائل كثيرة. إذن هنا رواية لما يعني بعض الأئمة الكبار يروون عن الضعفاء وينقلون عنهم، ومع أنهم تجدهم شديدين على الرواة الضعفاء ولا يتكلمون فيهم ويقولون غير ثقة ويضعفونهم، لما ورد عن بعضهم روى عن بعض هؤلاء الضعفاء؟ وجه العلماء قالوا إن رواية الضعفاء مع بيان ضعفه له فوائد عديدة، يعني هم يروون عنهم ويبينون الضعف. قالوا لأن بعضهم قال لما لم يسكتوا عنهم ولم يبينوا، قالوا له فوائد، أن أولئك الأئمة رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس عليهم في وقت آخر أو على غيرهم. لهذا عندما الإمام أحمد روى لابنه حديث كثيرة فقال عندما انتهى قال هذه ضعيفة، لما؟ حتى يقول حتى تعرف أن هذه الروايات ضعيفة، إذا مرت بك حتى تعرف أن هذه الروايات ضعيفة لا تصح، أو لئلا يتشكك أحد في صحتها. لهذا قال سفيان الثوري إني أحب أن أكتب
إني أحب أن أكتب أريد أن أتخذه دينا، وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به، وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به. يعني كان الأمة يرون هذه الأحاديث الضعيفة حتى يعرفوها وحتى يميزوها عن الصحيح. أيضا أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد، يعني ليس كل الضعيف مطروح، بعض الضعيف كما ذكرنا قد يكون يسير الضعف، لهذا هم يروون هذا الحديث الضعيفة، وحتى ممكن أن تعتضد بحديث آخر فيرتقي بهذا الضعيف إلى الحسن كما في المتابعات. وإن لم يحتج به على انفراده قال أحمد قد أكتب حديث، قال إمام أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، إذن الاعتبار حتى عند الإمام أحمد. ومثل هذا ومثل بهذا بعبد الله ابن لهيعة قاضي مصر، مثل الإمام أحمد بعبد الله ابن لهيعة. أيضا الأمر الثالث أن رواية الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل، يعني في بعض الرواة قد تكون رواية صحيحة في بعضها تكون ضعيفة وبعضها تكون شديدة الضعف، فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعد ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم معروف عندهم. وبهذا احتج سفيان الثوري حين نهي عن الرواية عن الكلب، فقيل له أنت تروي عنه، فقال أنا أعرف صدقه من كذبه. يعني السفيان الثوري يميز، وهنا مسألة مهمة قد انتقد على أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم. مثلا أضرب لكم مثالا، البخاري انتقد عليه بعض الرواة ممن اتهم بالكذب كإسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس يروي أيضا عن خاله مالك بن أنس، يعني هو ابن أخت الإمام مالك بن أنس إسماعيل بن أبي أويس. قالوا كيف للبخاري أن يروي عن إسماعيل بن أويس ابن أبي أويس وهو متهم؟ وإسماعيل بن أبي أويس كان عنده كتاب، فالإمام بخاري أخذ الكتاب فأصلح الكتاب لإسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أويس كان شديد الخطأ، فأصلح له الكتاب وانتقى من أحاديثه، يعني ما أخذ كل الكتاب، هو أصلح كتابه، كان عنده كتاب إسماعيل بن أبي أويس، أصلح كتابه وانتقى من كتابه. والأمر الثاني أن البخاري لم يروي له في الأصول، إنما روى له في المتابعات والشواهد. فهؤلاء الذين يطعنون في البخاري لا مسلك ولا وجه لهم في، يعني كل الطرق قد سدت أمامهم في الطعن في هذا الكتاب العظيم سواء البخاري أو مسلم، لأن كلاهما قد أجمعت الأمة على أن جميع ما فيهما صحيح، وقد سد هذا الباب أمام هؤلاء الذين يريدون الطعن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأخير الرابع أنهم قد يروون عن الضعفاء أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام. وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به. بهذا نكون قد تناولنا الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به سواء كان بالأحكام أو الفضائل أو في التفسير أو في المغازي والسير والأخبار والتاريخ وما شابه ذلك. هل يوجد سؤال فيما مر ومضى أم لا؟ هل في أحد عنده سؤال؟ لأني أريد أن أتكلم الآن عن مسؤول عن موضوع البحث وكيف يكتب البحث بما تبقى من الوقت، وهذا حتى نتعلم كيف نكتب البحوث. هل هناك سؤال؟ طيب الشباب، أنتم معي أم لا؟
يا مشايخ أنتم معي؟ السلام عليكم. معكم يا شيخ، معك. عليكم السلام. هل يوجد سؤال؟